تطوير مهارات ومكتسبات الفاعلين في مجال حماية الطفولة هو ما تسعى إليه الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل من خلال الدورة التكوينية الموجهة لأعضاء من جمعيات ناشطة في المجال. حبينا نلحقه إلى العمل الجواري، العمل الميداني، لأن الجمعيات متوجدة في كل مكان قريبة من الأطفال. احنا حبينا نلحقه إلى نشر ثقافة الإخطار، نشر ثقافة حقوق الطفل، نلحقه أننا نعرفه بأنه رقم 11-11 هذا موضوع تحت تصرف كل الأطفال، كل المواطنين، كل واحد يعرف بأن هناك مساس بحقوق الطفل، أن هناك طفل يعاني، هناك طفل يعني يتعرض لسوء المعاملة، ممكن الاتصال على هذا الرقم 11-11. احنا كنا خلال السنة الماضية كونا مجموعة كبيرة من فعاليات المجتمع المدني عبر كافة أنحاء الوطن في عدة دورات تكوينية، انتهت هذه الدورات التكوينية بتنصيب شبكة المجتمع المدني لتعزيز حقوق الطفل. شبكة حقوق الطفل تعد شريكاً فاعلاً وتلعب دور الوسيط بين الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل والأطفال المتواجدين في خطر. أطفالنا اليوم يعني يتعرضوا إلى بعض المساس بحقوقهم، يعني من عنف يعني لفظي جسدي وحتى جنسي، وكذلك كاين بعض الأطفال ممكن يتوقفوا على الدراسة، كاين يعني فمختلف هذه الظواهر اللي كاينة. لابد أن منظمات المجتمع المدني يعني تحيط بالجوانب المتعلقة بهذه الدائرة، بداية بالجانب القانوني الذي هو مهم جدا، وأيضا الجوانب الإجرائية المتعلقة بحماية الأطفال. تعزيز قدرات المجتمع المدني لحماية الأطفال المعرضين لمختلف الأخطار عبر كامل التراب الوطني لضمان حصول كل طفل من ذوي الحقوق المنتهكة على الحماية التي تكفل له العيش الكريم.